النهارده منتخبنا الوطني ادى التدريب الرئيسي والاساسي والاخير ليه في القاهره قبل السفر الى الكوت ديفوار. كان المران الساعه 10 الصبح، وكان في حضور مهم جدا من قبل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره لمسانده ومؤازره المنتخب في المران الاخير قبل السفر، وكمان الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده البرازيلي ميكالي كان حاضر مران المنتخب لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر باذن الله الى الكوت ديفوار. النهارده التدريب كان على استاد مصر بالمدينه الاولمبيه بالعاصمه الاداريه، وكل اللعيبه شاركت في التدريب الجماعي، وكمان كان في تدريبات استشفائيه لعدد من اللاعبين. وبالتاكيد عدد من اللاعبين لسه في الفتره الحاليه بيستمروا بس في استكمال برنامج التاهيل قبل المشاركه باذن الله الاسبوع المقبل في منافسات كاس الامم الافريقيه. عشان كده حتى تشكيله مباراه مصر وتنزانيا كان فيها بعض التعديلات نتيجه غيابات عناصر مهمه لعدم الجاهزيه في الفتره الحاليه، لكن بالتاكيد طالما فيتوريا اختار ال 27 لاعب يبقى ابتداء من يوم الاحد اللي جاي مع ضربه البدايه وصفاره البدايه في مباراه موزمبيق ال 27 جاهزين. ده ألف بي يعني بالتاكيد اللي بيتابع وبيتفرج على مباريات المنتخب. فيتوريا لما اختار ال 27، ال 27 جاهزين معاه من يوم الاحد اللي جاي. هنتكلم في جزئيه مهمه جدا. لو هنعمل ضغط على منتخبنا، والواحد اتعلم كتير في البطولات اللي فاتت، وده اللي عمله فيتوريا في المؤتمر الصحفي. سهل جدا يطلع يقول لك منتخب مصر مرشح للفوز بالبطوله، وسهل جدا يطلع يقول لك احنا الطرف الابرز للوصول للمباراه النهائيه، وده ممكن يمثل ضغط على اللعيب على فكره. لكن لما تقول انا بوعد ان احنا هنبذل اقصى جهد، ده شيء يوضح ان انت كمدرب مش عايز تحط ضغط كبير على اللاعبين. لكن تيجي تسالنا انا، بما اننا احنا كاعلام مش عايزين نحط ضغوط على اللاعبين، اللعيبه تروح تلعب تستمتع تقدم مباريات كبيره، ومنتخبنا انا واثق ان شاء الله هيذهب بعيد جدا في هذه البطوله. لكن تسالني مين المنتخبات اللي على الورق تقدر تقول مرشحه للفوز باللقب، هم ثلاث منتخبات: السنغال حامله اللقب وحامله اخر نسخه، المغرب رابع كاس عالم في قطر 2022، والكوت ديفوار مستضيف البطوله. الف ب لما تيجي تبص كده على المنتخبات المشاركه، منتخب مصر يبقى دائما من المنتخبات المرشحه للفوز بالبطوله، ولكن انا شايف احنا كاعلام بلاش نقول من دلوقتي منتخبنا هيرجع بالكاس. ده ما بيبقاش منطقي ولا صح على فكره في الاعداد الذهني والنفسي للاعبين. ومحدش يقول لي اصل الاعلام لما يتكلم اللعيبه مش مركزه مع الاعلام ومتركز في البطوله. كل حاجه بتوصل، السوشيال ميديا ما سابتش حاجه للصدفه، كل حاجه هتوصل. ففيتوريا لما اتكلم في المؤتمر الصحفي دايما كان بياكد انا مش بوعد للفوز باللقب، وده كلام سليم جدا على فكره. انا اتذكر في 98 الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه قال احنا ممكن ناخد المركز ال 13 في بوركينا فاسو، والمنتخب رجع فايز بالبطوله. 2006 مع الكابتن حسن شحاته ما حدش كان يتوقع المنتخب هيكسب البطوله، وكان في كلام على تغيير الجهاز الفني قبل انطلاق البطوله، ومع ذلك منتخب مصر فاز ببطولة 2006 وراح عمل أقوى أداء في غانا 2010 ورجع من أنجولا 2008 ورجع من أنجولا 2010 وكسبان البطولة للمرة الثالثة على التوالي. فالبطولة دي مش عايز أتكلم على فكرة إن إحنا المرشح الأبرز أو الأول، مش هتكلم عليها خالص. أنا هتكلم إن في ثلاث منتخبات هي المرشحة بالفعل للوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة: السنغال الفائز بآخر نسخة، المغرب فريق وصل سيمي فاينال كأس عالم، ده ما حصلش مع أي فريق إفريقي أو عربي، طبيعي المغرب تكون مرشحة للوصول للمباراة النهائية والفوز باللقب. والكوت ديفوار مستضيفة البطولة، طبيعي جدا تكون بتنافس بشكل قوي جدا على الفوز بكأس الأمم. دي نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عليها كدور إعلامي، عشان جمهورنا برضو لما بيسمع ناس بتتكلم إن منتخب مصر لازم يروح يكسب الكأس، ده مش كلام ممكن يبقى إيجابي على اللعيبة وعلى الجهاز الفني. ده مش كلام ممكن يبقى إيجابي. لكن الكلام اللي ممكن يبقى ايجابي، لا نصدر الضغط الفرق منافسه، نصدر الضغط الاعلام فرق منافسه، ده افضل. وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي لما وصل سان بيدرو اول امبارح، وهي اول منتخبات اللي وصلت للبطوله واول ماتش لسه يوم 17 يناير، سالوه على البطوله قال لهم لا احنا هنبذل اقصى جهد لينا، لكن مش معنى ان احنا رابع كاس عالم هنكسب البطوله. ده تصريح ذكي، ده تصريح ذكي. فده كان كلام مهم جدا لمنتخبنا اللي حاليا الطياره خلاص في الجو، إن شاء الله توصل للبعثة الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، وتوصل بسلامة الله بإذن الله.